إنني المضطر في يمن يجيب وارث الأرض أنا فيها غريب. الأبيات على لسان إمام زماننا عليه السلام، والليلة هو المعزى بعد الفقيد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وليلة مباركة، ليلة الجمعة. إنني المضطر في يمن يجيب وارث الأرض أنا فيها غريب. قد قضيت الدهر حزنا ونحيب نادبا في محنتي آل الرسول. كل فجر أنظر الرأس المصاب وأرى الكرار أدماه الخضاب، ومع الصبح أرى نارا وباب خلفه قد كسروا ضلع البتول. مثل هالأيام أقصد الزهراء في قدر أضيع فأزور الآل في أرض البقيع. فوقهم قد هدم البيت الرفيع ما غفت عيناي عن تلك الذحول. بعد وبقم وببا خمرا وطوس وبسامرا لنا طابت نفوس. وبقم وببا خمرا وطوس وبسامرا لنا طابت نفوس. وعلى سطح وفي قعر الحبوس قتلونا ومآسينا تطول، قتلونا ومآسينا تطول. بعد شنو عندك يا ابن رسول الله يا صاحب العصر والزمان؟ أينما أذهب ففي قلبي عزاء وترى عيني قميصا من دماء لذبيح ظامئ في كربلاء طحنت أضلاعه جرد الخيول، طحنت أضلاعه جرد الخيول. والله طحنت أضلاعه جرد الخيول. شاب يعني ما تجاوز 30 سنة العسكري، يعني لعلم الأحبة خاف ما يدرون يعني. وقتل سلام الله عليه من خلال دس السم، دسوا له سما قاتلا. هنا أنا هواي أكو محطات حزينة ما أعرف شنو أقول، يعني واحد قلبه يوجع هنا أنا والله العظيم قلبه يوجع، ما أعرف شنو أقول، ما أعرف شنو أقول. بعض الأخبار تقول السيدة نرجس بعد شهادة العسكر، تدري زوجات الأئمة السابقات لما يموت زوجها وهي حية تبقى يم ابنها المعصوم من بعد وفاة زوجها، تبقى يم ابنها. مشكلة السيدة نرجس بعض الأخبار تقول كانت حية، لما استشهد الإمام الحسن العسكري ابنها المهدي غاب، فوين تبقى نرجس؟ لا زوجها ولا ابنها، وهي في مزرعة كبيرة بسامرة وما بيها أحد المزرعة، ما بيها أحد. فلجأت بعض كتب التاريخ تقول لجأت إلى عم الحمزة أبو يعلى، تندلوه بالمدحتية، الحمزة أبو يعلى بالمدحتية ها الغربي، لجأت إلى عم الحمزة وهو أستاذ الحمزة عمه، والحمزة كان في داره، لجأت نرجس إلى داره وبقى محافظ عليها إلى أن دنت منيتها وداها لسامرة، ماتت ودفنت إلى جنب زوجها الإمام العسكري عليه السلام. أهل المدحتية يسمون الحمزة الغربي كفال
نرجسي. طبعا والحمزة الغربي وعمه من ذرية أبي الفضل العباس. فسبحان الله هاي الكفالة ويا العباس وأولاده وأحفاده بالدم تسري حسب الظاهر. يعني هاي الكفالة عندهم ماشية يعني، مو بس زينب، حتى نرجس هم كفلوها وبقت تحت كفالتهم إلى أن توفت. أكو ألم مصيبة العسكري، والله قلبي واجنار من أسولف، يتقطع ألما بشهادة الإمام العسكري، لأن إمام يستشهد اليوم ابنه يغيب رأسا، كلها تريد تقتل ابنه وتلزم ابنه. فتوقع شنو الحال، يعني شنو الحال. أوصى ولده بوصاياه وعهد إليه بعهده وأعطاه مواريث الإمامة، وقال له وليدي أنت وضعك يختلف عن بقية الأئمة، أنت راح تغيب من بعدي. وفعلا استشهد الإمام الحسن العسكري، فغاب إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، غيبته الصغرى طبعا وبعدين الكبرى وإلى اليوم. بالتغسيل حضر الإمام المهدي بتغسيل والده، بالصلاة تقدم جعفر حتى يصلي على الإمام العسكري عليه السلام، والإمام المهدي غاب سلام الله عليه. وشيعة أهل البيت اللي كانوا حاضرين بتشيع الإمام الحسن العسكري قالوا إذا هذا صلى على الإمام العسكري فالكارثة كبيرة، يعني كبيرة. الشيعة كانوا في حالة يرثى لها صعبة، راد يكبر قالوا انفتحت الباب مال البيت العسكري والهادي، طلع شاب صغير عمره 5 سنين، 5 سنين عمره، لابس عمامة، وباوع جعفر قال له يا عم لا يحق لك الصلاة على أبي، أنت مو من حقك تصلي على أبوي، أنا أصلي على أبوي. ونحاه الإمام بيده ووقف إمامنا وصلى على أبي. فلما أكمل الصلاة دفن والده وغاب وإلى اليوم، وإلى اليوم. الآن إمام زماننا اليوم هو المعزى المهدي، شال أبوه بقلب مالوم ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم. أبو إمامكم بعد اليوم، بعد اليوم إمام زماننا هو المعزى الشهيد والده أبوه بعد اليوم. اليوم ذول زوار العسكريين الواقف بالمصاب، من واقف بباب الإمام الهادي والعسكري؟ ماكو غير الإمام المهدي، هو المعزى الوالد والده بعد، والشيعة جايين يعزوا بوالده. فد مناسبة خاصة هاي مناسبة الحسن العسكري، والله الشيعي يكون يحترق قلبه بيها. وفد دمعة لأبو صالح إمام زماننا هو المعزى بوالده. المهدي شال أبوه بقلب معلوم ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم. جاوبني عندك دمعة يولا؟ باوع لي عندك دمعة يولا؟ يا رحمة الباري وباب العلوم، يا وزف عليك تموت مزموم. يا عافية عافية هيك أريد بويا، يا وزف عليك تموت مزموم، لجن جلناك فوق الروز اليوم. بويا لجن شلناك فوق الروس هاليوم هاليوم هاليوم، بويا مو مثل البقع عاري بلا هدوم. ما الواحد يموت عليك أبا عبد الله، وحقك عند الله. اي والله بويا مو مثل البقع عاري، يعجبني تقرون يا اهل العمارة. بويا مو مثل البقع عاري بلا هدوم، صاحب الزمان يقول احكي وياه. مو مثل البقع عاري، المن تقصد يا صاحب الزمان؟ يا بلا هدوم يا حسين يا عملة القوم، يا با يا حسين يا حسين يا عملة القوم، يا عمت الأبجي الهدمو. لا عندك دمع الليلة أرد أقرأ لك. لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك، بدل الدموع دمع يا يقول لأبويا انت صح مظلوم يا حسن العسكري.
ولكن لا يوم كيوم جدي يا أنا غسلتك وشفنتك وشيعتك ودفنتك بيدي يا أبويا لكن ماكو مثل الحسين ثلاثة أيام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا أمدوا عليه رداء الشاعر يقول هاي زينب قالتها قبل الإمام المهدي قالت اللي لمسه ومسه الغروب ومدري أخي وقع يا صوب أخويا اللي لقبل ومسه الغروب ومدري أخي وقع يا صوب يقولون وسط القلب يابا يقولون حالي فت القلوب اسمع هذا الشطر يابا يفت القلوب يفت القلوب يقولون ظل عاري بلا ثوب يا حسين ويلي عليك يا ابو عبد الله والله يقولون 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 ظل عاري بلا ثوب تدرون هاي وحدة من نسوان الأنصار أكو عدها وليد صغير قالت له وليدي يقولون الحسين بلا ثوب صحيح سالبين حتى ملابسه وهو الآن على الرمضاء قالها صح قالت له ابني أخذ هاي عبايتي غطي بيها الحسين سمع زين العابدين ما قبل قالها باشر براشن سبي يا نسوان الحسين أكو من يظلل له الحسين أكو من ممنوع تنطين عبايتك كسر قلبها على الحسين قالت له أخذ عبايتي ذبح على جسم الحسين زين العابدين الشافة أكثر من الإمام المهدي على أبو العسكري أنا الليلة ناوي أحرق قلبك على الحسين ما أعرف تعزي يا الريد شنو رايك خلصنا بعد خلصنا تعزي الريد الليلة الإمام زين العابدين عليه السلام إجا الكربلة وشنو شاف بكربلة مو مثل الإمام المهدي الإمام المهدي غسل أبوه وكفنه وشيعه وشاله ودفنه وين شاف زين العابدين الله تدرون دول العرب عندهم عادة نسوانهم تجيب ماي العرب شفناها بعيوننا العرب يودون نسوانهم يجيبن ماي يغسلن ملابس عن النهار يغسلن ماعين عن النهار طبيعة العرب وإحنا عرب هالشكل ذولا بني أسد يومين ثلاثة الفرات مسدود ما حد يوصل له وهم ساكنين بصف الفرات ويخافون يجيبون ماي لما طلع الضعن من كربلاء وراح قال له النسوان هم جيبا ماي ما عندنا ماي راح نموت عطش نسوان بني أسد إجن يجيبا ماي مرا على مصارع القتلى هذا اللي صار عمر ابن سعد يوم 11 شنو سوى دفن قتلاه وترك الحسين وآله طلعوا ذني من إجن شافن الأجسام خوش نسوان مرتبات ما ترسل ماي رجعن والقرب فارغة طبل للديوان ليش ما جبتن ماي قال انعار والله على الزلم للحشر عار الجار للجار العرب يكرم الجار شلون حكي هذا كون وقف هذا الحكي موت هذا العربي سمعه يموت هذا الحكي قال ان والله عار والله على الزلم للحشر عار ولكم الجار للجار العرب يكرم الجار يا عم الجار ليش مرمي حسين الاثان اثنان وصحبته من كولا وشبانه ولكم قوموا دكتور حسين يا ماي قوموا قامت وجوه الزلم وتحزمت 40 من العشيرة تلازمت اشتدت احتدت صدق وتوزمت شافت العاري غلب بحيانها اجت الزلم ايش قالوا باوعلي قالوا النسوان ترجع ندفن بس النسوان ترجع نسوان بني اسد ترجع للمضارب يا بني ليش نرجع قالوا النسوان سوادة عبي سوادة والسوادة تجيب عين وهذا بن مرجانة خاف خال جواسيس ويكشفنا من خلال كان رجعا وإحنا ندفن ونرجع
نساكم رايحة. لا احنا الا نجي ولا ندفن وياكم. قلت ليش؟ والله قال انا وياكم نساكم رايحة حسين نعشى نابت ولا زينب النايحة. وين النايحة؟ ميسر الحرة بحكم عدوانها. الله يرحم العظيم عبد الأمير الفتلاوي، هاي الأبيات له. عبد الأمير الفتلاوي ملك الشعر الحسيني له هاي، يقول بين ما هم بالملامة وبالجدال زلم ونسوان يتناقشون، طلع راكب قال شلكم يا الرجال تفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، طايرة من شر مي ذهانها قال شنه وقوفكم يم الأجساد، كون بينوا للصدق شنه المراد، قال أنا أمامكم زين العباد واسفر لهم عن وجود إيمانها، قال وحسين انت خيانة دفنته بكل جهدنا وما قدرنا جثته، لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوار بدانها، قال حفرهنا والدفنته هون ابنوح مستعبر دمه تجري العيون، قالوا بلاية غسل ندفن شلون بلش يروى من الغسل عطشانها، قال هذا الراي حق لكن الراي لو فرضنا يحصل للتغسيل ماي وين شو كافورها وجفانها، قالوا حفروا هنا والدمع كات وشال ابوه شلون الى صبر وثبات، صاحرة الموت يعدمني الحياة ولا أشوف معفر بتربانها. قالهم انطوني بارية. قالوا لي الشيء أبو، قالوا ما أقدر أشيله، كل ما أشيل قسم منه يطيح الثاني، انطوني بارية أجمع أبوي بيها. هذا ما صار ويا الإمام المهدي ويا العسكري، بس بكربلة جابوا لبني أسد بارية قام يجمع جسم أبوه بيها نزلها بالقبر. قالهم بني أسد قالوا له نعم، قالهم هذا الطفل الرضيع تشوفونه؟ نعم. قالهم انطوني يا اخليه على صدر ابوه. قالوا له نحفر له بصف ابوه. قال لا، سمعت صوت من نحر ابوه يوسد رضيعي على صدري، مذبوح على صدر المذبوح خلاه. طلع من قبر ابوه يقولون وقف على شاب دنق عليه، الشاب احلى من الشمس، الشاب احلى من القمر، هو مقطع بالسيوف اربا اربا ولكن احلى من الشمس. قعد بكى 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 يمه شال راسه، صاح يا بني اسد حطوا الاكبر يم ابوه، هذا اخوي حزام ظهري وانا اخوه، هذا المغبر وجوه الحارب. دفنوه القاسم. قالهم هنا ويا الهواشم، الهاشم هنا، الانصار هنا، حبيب هنا، كذا 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 كذا. كملنا؟ قالوا له كملنا. ارجع للخراب وانت تقول عمتك تنتظر، عمتك تنتظر، روح لعمتك. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. هذا جمال النعي وجمال المجلس ولذة المجلس هذا. قال لهم بعد واحد جزانا وفات، قالوا لبطل ظل على المسنة، قالوا بعد عباس البطل على المجرعة وجذته بحد السيوف وموزعة، شلون مصرع شبل حيدر مصرعة قطع جفوف القضى جيمانها، اجى الإمام العمد اقعد يا عمي وشوف قيدي والزلزلة والرمد جيدي ومجرح من الغل وريدي، أولاه راحة وهل من إيدي. دفن عمه. قالهم بني أسد جزاكم الله خير ما قصرتوا، أنا عمتي ما قلت لها من جيتكم ونرجع. قالوا له ارجع. رجع الإمام. طبعا هذا الحكي أكمل لك دقيقة دقيقتين وتعبت مني، هذا الحكي زينب قلب الخرابة، أم كلثوم زين العابدين من طلع ما قال لك؟ لا ما قال فلانة كذا. شلون يطلع وما يقول لي زين العابدين؟ هو منو بقى عندنا غير زين العابدين؟ إذا راح من عندنا شلون بينا؟ منو إنه؟ قلب الخراب. برا شوية دخل زين العابدين، أعمامته تراب، وجهه تراب، ملابسه تراب. قالت لأين كنت حمانا
من تطلع غير تقول لعمتك؟ قالها متعمد ما قلت لك. قالت له ليش؟ قالها لو قايل ليش تجين وياي واخاف عليك تموتين اذا جيت وياي. قالت له وين كنت؟ قالها الان فرغت من دفن الحسين. قالت له اخويا تفنته؟ قالت فنته. قالت له شاده سولف وياك؟ قالها سولفي. قالت له قبل لا اسولف النسوان خي سئلنك، انا اخر وحده. قال النسوان سئلن، الشاعر يقول عليه التمن النسوان، شي تبكي وشي تعد، هاي على الاخو تنشد وذيك على الولد تنشد، وهو بينهن واقف الكل وحده جواب يرد. رباب تصيح خبرني عن ابني البسهم مفطوم. قال صدر ابوه ليلى رجلين ابوه رمله ويا الهاشميين فلانه كذا. سكتن النسوان. زينب قالت كملتن؟ كملنا. قالت له عم يا علي السجاد عندي وياك بس نجده، يا عم عادة الميت يصير على التروب. عم شلون دفنت اخويا حسين وهو رازمة؟ شلون